بسم الله. يقول الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، وهذا يعتبر تلخيص لكلامي عن قضية الشر في الوجود. قال: نعم، يوجد الشر والخير، لكن أيهما هو القاعدة وأيهما الاستثناء؟ أولا، النقطة الأولى، عندما نفكر في المرض مثلا هو الأمر الطارئ والصحة هي القاعدة. الزلزال يهز الأرض لدقائق معدودة، ولكن الدائم هو ثبات الأرض. البركان طارئ والقاعدة عدم البراكين، إذا البركان هو الاستثناء. والعمر كله صحة، والمرض أيام أو شهور، والأرض مستقرة فيما عدا الدقائق التي تهتز فيها. إذا القاعدة هي الخير والشر هو الاستثناء. ثانيا، النقطة الثانية، أن الشر ليس شرا من كل الوجوه، وإنما هو شر من وجه وخير من وجه آخر. أي أن المرض له وجه الألم والضرر، أما وجهه الآخر أنه يخلق حصانة للإنسان. والحروب وجهها الشر، ولكن ينتج عنها البحث عن حل هذه المشاكل والاجتماع لذلك. والشر ليس من كل الوجوه. النقطة الثالثة، أن الشر والخير يكمل أحدهما الآخر، مثل الظل والنور يكملان الصورة. وبدون المرض لم نكن نعلم معنى الصحة. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. قال الإمام الإسلامي أبو حامد الغزالي: نقص الكون هو عين كماله، ولو استقام القوس لما رمى. رابعا، أن المشقة تؤدي إلى الجلد، تخلق الجلد، والضربة التي لا تقتلني تقويني. إذا المشقة تفرز الرجال والمعادن. قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام تقتال. خامسا، أن الله لم يأمر بالشر ولكن سمح به. الحكمة هي أن يكون لدى الإنسان الحرية. إننا أحرار نخطئ ونصيب، وإلا كان الكل فضلاء وليس لنا فضل أو اختيار في ذلك. إذا أكرم للإنسان أن يكون حرا ويعاني، أفضل من أن يكون كالبهيمة التي تساق. سادسا، أن الإنسان هو سطرين أو صفحتين من كتاب، كبير هو كتاب الكون، فلا يحاول أن يحكم على هذا الكتاب كله من منظوره هو، فهناك حكم كثيرة لا يدركها توجد في الكون. سابعا، أن الملحد يريد حياة بلا موت وبلا مرض وبلا نقص وبلا عجز، وذلك الكمال كله. ولا يوجد الكمال إلا في الله وحده سبحانه، فهو صفة من صفات الخالق وحده. ثم إن الذين يريدون هذه الحياة جنة، ماذا فعلوا ليكونوا هم آلهة؟